أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عبادة في بيتي. نرحب بكم معنا إخوتي وأخواتي، نرحب بكم في صلوات وترانيم وتسابيح وتأملات في الكتاب المقدس. وإحنا فرحانين إن إحنا نبدأ نسبح الرب بترنيمة بتقول يجرح يحصب يسحق يشفي. يعصب يسحق يشفي، يمسح دمعي بحبه الصافي، يرتاح قلبي ويهرب حزني لما ياخدني في حضنه الدافي، يدي سلام رغم الأزمات، يعلى الشكر فوق الأنات، والقلب فيه بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات، ربي ده إله التعويضات، يسندني ويداوي ألامي بلمسات لطف وحنية، ينعشني ويحيلي أمالي بهمسات عطف وتعزية، يدي سلام رغم الأزمات، يعلى الشكر فوق الأنات، والقلب فين بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات، ربي ده إله التعويضات، كل الأشياء تعمل للخير، ده يخلينا ما نتذمرش، وأمانته ما فيهاش تغيير، ربي ده حكيم ما بيغلطش، يدي سلام رغم الأزمات، يعلى الشكر فوق الأنات، والقلب فين بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات، ربي ده إله التعويضات، ربي ده حكيم ما بيغلطش، ربي ده إله التعويضات. صحيح. احيانا الرب يسمح بالالم والمشاكل علشان يتمجد، زي ما حصل مع مرثا ومريم ولعازر. ارسلوا له رساله، قالوا له يا معلم الذي تحبه مات مريض، تعال بسرعه. لكن هو قال لهم ينبغي ان امكث يومان، وتركوا وسابوا، هم افتكروا ان هو ما بيحبوش. لكن رحلوا بعد 4 أيام من موته، ده كان ايه في وجهة نظرك يا اخ داود؟ ده كان حكمة من الله، محبة، كان علشان خاطر يعلم المؤمنين الاطمئنان ان الامور لا تفلت من يد الله القادر على كل شيء. نعم صح. يعني هذا يعلمنا درس عظيم. هما جاءوا قالوا ليسوع المسيح اللي تحبوا لعازر
مريض، ويسوع المسيح كان يعرف أن هذا المرض يديه إلى الموت، ومع ذلك بقى يومين. نعم. بعد يومين مشى يشوفه. علاش بقى يومين؟ علاش ما مشاش؟ نأخذ التعليم من هذا، نعرف من القصة أن الرب يسوع المسيح مشى بعد يومين وأمر للعازر بقوة ولطف، قال له لعازر اخرج. لعازر كان مدفون ميت مدة 4 أيام، يعني 4 أيام كان رايح، قال له اخرج، ولعازر خرج حي. التعليم اللي أنا شخصيا نأخذه من هذا، ليش انتظر يومين، هو أن الرب يسمح بالأمور أنها تجري، لا يعني أنه يفرط فينا أو ما عندوش الوقت لنا أو مشغول في جهة أخرى. أكيد أنه مشغول، لأن المسيح ما كانش في عطلة، كان مشغول في مكان آخر، لكن كان متحكم في كل الأمور، لأن عنده السلطة في السماء وعلى الأرض وحتى تحت الأرض. هذا يبين لنا كذلك لماذا الشر منتشر في العالم، وغالبا ما يتساءل الإنسان أين هو الله، ليه يسمح بكل هذه الأمور تحدث. شكون يحب يزيد فكرة على هذه؟ من يحب يدور؟ في الحقيقة هناك الكثير من الناس تتساءلوا في هذه القضية. واش تقول لهم في هذه القضية؟ واش نقول لهم؟ أن رحمة الله قوية، رحمة الله موجودة. أمين. والله كيخلي الإنسان، كيخلي الإنسان في أعماله في شره، والله كينتظر دائما. أمين. الله صبار. أمين. كما غادي نتحدث عليه في هذه الحصة، الله كيصبر. أمين. صبار. ينتظر طويلا باش الإنسان يمكن له يرجع له. يعني ممكن نقول إن الله بيسمح للإنسان إنه يحس بالعطش والجوع، تمام، حتى إن هو يبحث عن الله، زي الابن الضال لما قال مش لاقي أكل الخرنوب بتاع الخنازير، أقوم أعود إلى أبي. ليه الله يسمح بهذه الأمور تحدث على الأرض؟ هو أولا ما خصناش نفكر أن الله يفرح بالآلام اللي يضرب الناس والعالم، حاشا، ولا أن الشر يجي من المولى، حاشا. الله يسمح. المسيح أعطانا مثل، مثل زارع اللي يخرج وزرع بذار جيدة في حقله، ولما الكل نبت جاءوا العمال باش يشوفوا الحقل، رجعوا لصاحب الحقل سيدهم وقالوا له يا سيد واش انت ما زرعتش حبوب جيدة في الحقل، كيف جاء الزبان والحشلاف والربيع اللي ما فيه فايدة، مخلط كل شيء في الحقل في السبول، غادي يديرنا مشكل. معلوم. يسوع المسيح أعطى الجواب وقال لهم خلوا كل ينبت، لأن في الليل جاء العدو وزرع زوانه. يعني كيعلمنا بأن الحقل هو العالم طبعا، اللي يزرع حبوب جيدة هو الله. أمين. واللي يزرع البذر الزوان هو الشيطان، الخيبة هو الشيطان، عدو الله وعدو الحياة. والمسيح يقول خلوا كل ينبت. المسيح هو المولى. نعم. على الكل، خلي الكل آخر كلمة هي ليه، أول كلمة هي دياله، آخر كلمة هي دياله. خلوا الكل ينبت، يجي وقت الحصاد والمنجل يضرب كل شيء. البيضار الجيدة في المخازن ديالي، والباقي في النار والمزبلة
والكتاب المقدس يعطينا كذلك هذا الرسول بولس اللي كتب للمؤمنين عن هذا في هذا الموضوع، يقول لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط، سر الإثم. كيف نحارب هذا الإثم؟ هل بالسلاح؟ أش من سلاح؟ كيف نحارب هاد الإرهابيين وهاد الطغاة وهاد الوحشيين؟ كيف نحاربهم بالسلاح؟ كاين اللي يهتم بهم مش حنا. الكتاب المقدس يقولنا بأن سلاحنا هو سلاح روحي، سلاح الله الكامل، سلاح الله الكامل. هو الصلاة، هو الكتاب المقدس، كلمة الله، سيف الروح طبعاً، هو الإيمان، هو حزين أرجلكم باستعداد إنجيل المسيح، إنجيل السلام، هو ترس الإيمان، هو سلاح روحي مش سلاح جسدي، لأن حربنا ما هوش ضد اللحم والدم بل ضد الرئاسات. نحن نصلي من أجل العالم حتى يتخفف من آلامه، ونصلي كذلك باش الله ينعم على الكثير، يصبي مطر نعمته على كثيرين في شمال إفريقيا اللي هم في الوهم، خوتنا في الوهم، في الوهم تمام، في الكذب. أنا ذكرت هذا المثل عدة مرات ويعجبني، أخ في الإيمان في المغرب اللي قال لي لما بعد ما سمع خبر الإنجيل تعصب، لكن كان ضغط في نفسه وما ارتاح، كل الليل ما ارتاح حتى الصباح، وصلى إلى الله، يا ربي إذا كان هو هذا هو الحق علمني أنا مستعد نقبله. وقال لي أخ داود بعد الصلاة القصيرة هذه شعرت وكأن داخلي انفتح، وشفت باللي كنت عايش 40 عام في الظلام، والنور كان ديما حدايا 40 عام. خص تسمع الإنجيل وتآمن وتشوف بأن النور كان ديما حداك، الله كان ديما حداك، كيدق. يعني سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده شكرا، الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجده تمام ومجيئه. آمين. يعني إحنا عايشين في العالم، لكن الله بيسمح بالأمور الصعبة دي عشان خاطر إن إحنا نفكر فيه، نعطش إليه، زي ما هنقرأ في الآيات مع الأخت جوهرة. نعم، شكرا أخويا. المزمور 42 والآية 1-2، كما يشتاق الغزال إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. آمين. عطشت نفسي إلى الإله الحي. أيوة. متى أجيء وأترأى قدام الله؟ أيوة. هذا هو الخبر، يعني الله ما يفرح بالآلام ولا يفرح بموت الشرير، لكنه يفرح برجوع الشرير عن طرقه لكي يحيا. عشان كده نقول من يوم ما قابلت حبيبي يسوع. حبيبي يسوع وأنا عايش دايما فرحان، من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وأنا عايش دايما فرحان، فرح قلبي وغفر خطاياي وترحى في بحر النسيان، قلبي فرحان عايش في أمان، قلبي فرحان عايش في أمان،
من يوم ما حصلت على الغفران مجدا مجدا ليسوع شكرا قلبي فرحان بيسوع يا ما فتشت في كل مكان عن السعادة الحية يا ما فتشت في كل مكان عن السعادة الحية ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية لكن من يوم ما بين يسوع لكن من يوم ما بين يسوع غيرني وفتح لعنيا مجدا مجدا ليسوع شكرا شكرا ليسوع قلبي فرحان بيسوع نشكر الله ان ما زال الرب يعمل زي ما مكتوب انه تقابل مع شاول وغيره الى بولس وتغير ناس كتير وما زال اعمال الرسل لم يختم بكلمه امين لان لسه الرب بيعمل في الكنيسه ولسه بيجمع في مختاريه فإحنا لازم نصلي إن الرب يدينا نعمة إن إحنا نكون بوق للرب ونكون ننده للناس للحياة الأبدية لأن الرب يسوع المسيح أتى وقال كده أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فالرب عايزك في الأفضل الرب عايزك للحياة هو عايز يديك حياة عايز يديك فرح عايز يديك سلام عايز يديك اطمئنان حق تمام فالرب عايز يكلمنا نشوف كلماته مع الأخ داود صح هذه الكلمات اللي الأخ يوحنا بعد قليل يتأملها معنا ياك نعم نعم وهي من إنجيل مرقس الأصحاح 13 من 3 إلى 12 طيب وفيما هو جالس يعني يسوع المسيح على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد قل لنا متى يكون هذا وما هي العلامات عندما يتم جميع هذا فأجابهم يسوع وابتدأ يقول انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو ويضللون كثيرين فإذا سمعتم بحروب وبإخبار حروب فلا ترتعبوا لأنها لا بد أن تكون ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات واضطرابات هذه مبتدأ الأوجاع نعم أمين هذا كلام الحق كلمات قوية قوية كلام الحق قوية كين قريت هذا يعني المسيح جلس على الجبل والبعض من تلاميذه قالوا له قلنا متى هذا يحدث شنو لواش كان كيتكلم المسيح ويظهر لي بان كاين على الاقل ثلاثه الاسئله هنا تمام انا ايضا وجدت ثلاثه الاسئله ولهذا قررت ان نتامل عليهم ونقدر نجاوب عليهم
والان غادي نحاولوا نجاوبوا على هاد ثلاثه الاسئله فيما يخص ما قال يسوع المسيح. اولا ما هو الخراب الاكبر؟ علاش تكلم عليه ربنا يسوع المسيح؟ وما هو اهميته في الواقع البشري؟ الخراب الاكبر اي عن طريق ابتعاد الانسان عن الله الخالق، وابنه ربنا يسوع المسيح. لهذا الانسان كيثير غضب الله، لان الله كينتظر من الانسان، كينتظر انتظار طويل باش ان الانسان يرجع له. ولكن الانسان وقساوه قلبه ترك الله وما بقاش يسمع ليه وابتعد عليه. هذا ان مفهوم الخراب معناه الهدم عن طريق الاحداث الطبيعيه المعروف عليها مثل الزلازل والعواصف الخطيره، الفيضانات مثل تسونامي، هذا اسم جابوني، والحروب الكثيرة والاضطهادات كلها باسم الله. يا عجبا، فهنا كنوجدوا أعمال الشيطان، فبالكذوب والحيل اللي كتخدع كغر الإنسان ويدفع للتهلكة. وهنا كذلك كنوجدوا أن الإنسان أعمى وكيعيش في الظلام. هناك نوعين من الإنسان. النوع الأول هو اللي كيوقع بأعمال الشر وكيعيش في الظلام وما كيعرف بأن الشيطان معه هو اللي كيدفعه يقوم بهذا الأعمال الشريرة، وهو كيظن بأن هاد الأعمال اللي هو الله اللي كيطلبها منه. لكن كنوجدوا أن الإنسان ولا قلبه عامر بالحقد والكراهية، وكيشوف العدو في كل مكان، وكل عدو هو عدو الله، وأنه يمكن له يقتل ويعذب ويهدم ويحطم باسم الله. فبجهالته العمياء كيقول ما دام قام بهذه الأعمال باسم الله فهي أعمال صالحة، ما عنده منين يخاف، وحتى إلى مات غادي للجنة ويتمتع بالحياة الأبدية. أيوة. أما النوع الثاني هنا هم أناس عارفين أش كيعملوا، وهم اللي كيقلبوا على هذا النوع الأول، كيعمرهم بالكلام الغالط وكيدوخوهم، يعني كياكلوا لهم بالكلام العادي، ياكلوا لهم الدماغ، وكيدفعوهم للموت لارتكاب الجرائم وكل اعمال الشر. المقصود لهم هو الحصول على السلطه والطغيان مهما كان الثمن، لانهم في عباده الشيطان. السؤال الثاني، علاش ربنا يسوع المسيح قال كونوا على حذر؟ يعني أن كونوا دائما على بال. الحذر من أنفسنا
يخصنا نكونوا على نكونوا واعيين باش ما نسقطوا في الأخطاء وما نخليوش الشيطان يتدخل فينا ويدفعنا للزلات وما يخش لنا انتيقوا في كل واحد بكلام من غير كلام الله اللي هو في الكتاب المقدس كما قال ابن يسوع اياكم ان يضللكم احد ذلك ان هناك الكثير من المشعوذين اللي كيجيو بوجوه طيبه ولكن الداخل ديالهم عامر بالخديعه وبهذا علينا اننا نشبتوا بكلام الله وما وصانا به ربنا يسوع لأنه هو الحق كما قال غاديين يجيوا الكثير من الناس واخدين اسمي كل واحد يقول أنا هو المسيح ويخدع الكثير من الناس نعم هناك كثير من المشعوذين اللي كيخدعوا الناس في هذا الوقت الكثير من الناس مغامرين اللي كيبحثوا على السلطة كيبحثوا على السيطرة ولهذا علينا نكونوا على حذر أما السؤال الثالث والأخير هو الفتنة من دافع الخراب الأكبر لماذا الفتنة؟ أولا عدم المحبة اللي كتدفع إلى الأنانية وعدم الاعتراف بالآخر ومن هنا كنشوفوا كنسمعوا الشيء اللي واقع في هذا العالم الحروب أمة قيمة على أمة كما جاء في الإنجيل في إنجيل مرقس كما قال ربنا يسوع المسيح احنا كنشوفوه في هذا الوقت حكومة على حكومة حب السلطة وحب المال الفقر والمجاعات الملايين من الرجال ونساء أطفال وشيوخ فارين من بلدانهم باحثين عن الأمن والسلام كما نشاهدوا في الشرق الأوسط سوريا والعراق وأفغانستان وغيره كثير الموتى والجرحى بلا عدد المدن مهدمة والناس مشتين احنا ما يمكنناش نقولوا بأن الله بأن هذا هو آخر الدنيا قال يسوع المسيح هذا كله بدء الأوجاع علينا ننتظر طويلا رجوع المسيح رجوع المسيح ولهذا علينا نبقى متشبتين بمحبة يسوع المسيح وتعاليمه آمين أيوة آمين ونحن دائما نصلي تعالى يا رب يسوع المسيح تعالى سريعا ممكن نشارك آية يعني من البداية يتكلم فكرت في بعض الآية هي في رسالة بطرس الثانية يقول فاعلموا قبل كل شيء إن أنه سيأتي في آخر الأيام أناس مستهزئون يسخرون بالحق ويسلكون منجرفين وراء شهواتهم الخاصة وسيقولون أين هو الوعد برجوع المسيح فمنذ أن مات آباؤنا الأولون بل منذ بدء الخليقة وما زال كل شيء على حاله
يعني الرسول بولس اللي كان واحد من تلاميذ المسيح حتى هو كان عنده هاد التساؤلات وخاضها من الناس، لأن بطرس كتب كذلك في النص في نفس الأصحاح: ولكن أيها الأحباء عليكم ألا تنسوا هذه الحقيقة، أن يوم واحدا في نظر الرب هو كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالرب إذن لا يبطئ في إتمام وعده كما يظنه بعض الناس، ولكنه يتأنى عليكم، فهو لا يريد لأحد من الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين. ويقول: إلا أن يوم الرب سيأتي كما يأتي اللص في الليل، لذلك اليوم تزول السماوات محدثة دويا هائلا وتنحل العناصر إلى آخره. يعني يحذرنا بأن رغم ما تقول الناس المسيح راجع، المسيح جاي. يعني كده احنا لو نظرنا الكلام الرب يسوع المسيح لما قال للناس وكل العالم، قال لهم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مفيش غير شخص واحد بس هو اللي يستطيع أن يريح، هو الذي يستطيع أنه يقبل الإنسان إلى الراحة، هو الله. هو الله، هو الله. الإنسان ما يقدر يكون رحمة لعالمين أو رحمة لعالم أو رحمة لا، يعني من غير الله ما كاين رحمة. الله رحيم، الله رحيم. هو قال كده عن، وهو بينا رحمته في المسيح. هو مكتوب عنه في المزامير ان هو كثير الرحمة، طويل الروح، رؤوف، يترأف على الإنسان كما يترأف الأب على البنين، هكذا يترأف الرب على خائفيه. أعزائي المشاهدين، نشكركم أنكم كنتم معنا في هذه الحلقة، والرب يبارككم ويكون معاكم ويحفظكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة. سلام المسيح. راني على بابك واقف يا رب، اسمع صلاتي مولا، يرزقني لعوين انت حمايا ونجاتي، مولا يرزقني لعوين انت حمايا ونجاتي، بمحبتك ضميتني قلبك يا سيدي الحنين، انت تاخذ بيدي وتفرح قلبي الحزين، انت تاخذ بيدي وتفرح قلبي الحزين. راني على بابك واقف يا رب، اسمع صلاتي مولا، يرزقني لعوين انت حمايا ونجاتي.